مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج اللي بغيتوها الشيف يوجدها. واليوم معنا في حلقتنا ممول حفلات تريتور الغالي وصاحب مطعم خاص بلومبورتي بالأكلات الجاهزة للأخذ. أهلا بك سي الغالي. أهلا وسهلا، مساء النور، مساء الخير مشاهدي الكرام. الله يبارك فيك، نورتينا في البرنامج ومرحبا بك معنا. سي الغالي، قبل ما ندخلوا في تفاصيل الظرفيه اللي كتشتغلوا فيها مع التخفيف ورفع شيئا ما الحجر الصحي، قبل اولا انت معروف يعني كتريتور يعني بالدار البيضاء الحمد لله، عندك سمعه حسنه، هذه الخبره ديال سنوات كثيره، درتي مشروع خاص يعني بلومبورتي، فتكلمي لنا على هذا المشروع، كيفاش جاتك الفكره على انه تفكر ما يكونش مطعم انه الناس يجلسوا فيه ولكن يكون مطعم انه فيه اكلات مغربيه تقليديه واخرى عصريه ولكن لومبورتي يعني الجاهزه للاخذ؟ وهذه فكره كانت كدوز لي في بالي هذه سنين، وبقيت بشويه بشويه مع المهنه ديال التخيطو، كتعرفي راه حنا اوميم طون شاك جوغ تقريبا خدامين، وبقى داك الشيء غادي بشويه 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 يسر الله ودرت هاد المشروع. مي فكره كل الناس كلهم تيرحبوا بها، لان تيقول لك شحال من واحد تيكون في دارو كتوصلوا بسطيله ميم با 30 مينيت كتوصلوا حتى للدار، بزاف ديال الشهيوات كيوصلوا حتى للدار، دونك الناس كيرحبوا بالفكره ودرت هذا المشروع والله يسر الامور. هي من تما جاتك الفكره، لا تبارك الله عليك، وخاصه انه حنا كنبغيو انه يعني على برا ناكلوا ماكله مغربيه اولا توصلنا للدار بلومبورتي يعني ماكله اللي هي مغربيه واللي معروفه بالبنه ديالها. سي الغالي، فكره المحل خاص بلومبورتي هي فكره جيده، وخاصه وانه مع التخفيف من الحجر الصحي السلطات اكدت على انه المقاهي والمطاعم ممكن انهم يرجعوا يشتغلوا ولكن فقط في لومبورتي، فجات مناسبه لكم لانه هذا هي طريقه العمل ديالكم، فشنو هما الحويجات اللي ربما زدتوها لحمايه الزبناء؟ والله اول حاجه البيرسونيل ديال لومبورتي ضروري، وخص هذاك الانسان اللي غادي يمشي ليفري. اصلا هنا كنصوبوا المسائل ديالنا في لينورم، كل واحد داير التعقيم ديالو، كل واحد داير المسائل اللي هي ضروري منها. وبالنسبه لليفريزور راه كيوصل لعند الناس داير الكمامه ديالو داير التعقيم ديالو، وميم طون حنا حتى السلوفان وداك الشيء تيكون بالنسبه للومبالاج تنديروه مقاد السلوفان اليمونتير اكسيتيرا، ملي كيوصل عند الناس راه حدو الباب، الناس حتى هما كيعطيهم لومبورتي ديالهم وكيكون المسائل في نينورم. وبالنسبه للمواد الغذائيه مثلا ملي كتقداو يلا ملي كلا كتقداو الخضره مثلا الحوت وغيره، فكيفاش ديروا من حيث التعقيم من حيث ظروف سلامه صحيه؟ كل حاجه اي حاجه كتجيك اي حاجه كتعقم هي الاولى اللي غتغسل تغسل، واللي غدير بالماء وجافير كدير الماء وجافير، كل حاجه كتغسل وديري الاحتياطات ديالنا والله يسخر الامور. واخا، على العموم سي الغالي، انت ممول حفلات وصاحب مطعم خاص باللومبورتي بالجاهز للاخذ بالنسبه للاكلات المغربيه والعصريه، فغادي نخليك معنا سي الغالي، خليك معنا وغادي نتابعوا جميع الروبورتاج اللي صورنا عندك في المطعم واللي من تصوير اسماعيل كحلاوي، باش نقربوا اكثر مشاهدينا من ظروف الاشتغال فريق العمل ديالكم في فتره الحجر الصحي.
السلام عليكم. يا سيدي بخير يا شريف، الله يطول لي عمرك. واخا سيدي دارو فين جات لادريس؟ هيير هيير. واخا مرحبا مرحبا. انتو تفصلونا منين نوصل الجمعة غادي نعاود نعيط في التليفون. يا رب مرحبا مرحبا مرحبا. يا رب الله يعاونك. تريتور الغالي تبارك الله عليك، شفنا المطعم الخاص بلومبورتي، ظروف الشغل الفريق العمل ديالك تبارك الله عليكم، ما كيبان على انكم محافظين على شروط السلامه الصحيه والزبناء يعني تياخذوا الماكله ديالهم بكل اريحيه، فيعني نتمنى لكم كل التوفيق الحمد لله. بالنسبه يعني نتكلموا شويه بالنسبه لك كيف قلتي في الاول في بدايه الحلقه هو انه زدتي في الناس اللي كيخدموا في لا ليفغيزون في توصيل يعني الاكلات للزبناء، وتنعرفوا على انه بزاف يعني ملي تم تخفيف الحجر الصحي بزاف ديال الناس اللي رجعوا للخدمه ديالهم كيفهم موظفين، وكنعرفوا على انه الناس ربما ماشي صعيب عليهم يجيبوا الماكله بشكل يومي ولكن تيبغيو في نفس الوقت غادي يخافوا اكثر في هاد الوقيته تفادي الفيروس انهم ياكلوا اي حاجه، فتيبغيو ياكلوا ماكله مغربيه، وحنا تنعرفوا تبارك الله الماكله المغربيه ديالنا كتقوي المناعه بما فيهم الشليضات ديالنا المقبلات هذوك الاكلات كنركزوا على الخضر اكثر. أيه. وحنا في الوقيته مع الحمايه من الفيروس كنبغيو حويجات اللي كيطلعوا لنا المناعه. ايه مرحبا. وكاين على الاقل واحد 30 شهيوه عندنا يوميا تقريبا، وعاود الناس كاين شي واحد اللي كيتشهى مثلا شي حاجه مثلا رفيسه شي حويجات اللي هما داك كنكونوا عند كنقدروا نوجدوا عليه ماكسيموم واحد ساعتين، او لا كيبغي كيعيط مع 10 الصباح يبغي الغداء، او لا كيعيط مع 4 العشيه كيبغي العشاء، حنا كنكونوا واجدين، حنا جاهزين في اي وقت، اي واحد دار شي طلب حنا موجودين ما كنقولوش لا. هادشي اللي كاين الحمد لله. بالنسبه لا ليفغيزون يعني كيف ما قلتي لومبورتي يعني الشركات كلشي كيوصل يعني بكل سهوله، وكلشي كيوصل باذن الله. حنا بالنسبه لكازا حنا مجهزينها، اي واحد طلب شي حاجه كنديوها ليه حتى سيغ بلاس وديري لا ليفغيزون غراتوي ما مدخلين الناس والو، سواء في الدار ولا في العمل يعني كتوصلوا الماكله ديالو. اي بلاصه كناخذوا عنده لادريس ديريكتومون كيعيطوا ليفغيو في الطريق باش يعرف الدار ديريكتومون. مزيان. أولا العمل. واخا سي الغالي مع تخفيف الحجر الصحي وملي رجعات الامور شويه النصاب ديالها على الاقل ولا في المقاهي المطاعم واحد الرواج من حيث لومبورتي، شنو الحاجه اللي في البحر ديالك في المطعم ديالك اللي عليه اقبال اكثر؟ كنعرفوا انه تبارك الله يعني في المطعم ديالكم يعني كتركزوا على الشهيوات المغربيه، المخمشر ميل كبده البسيطلات بالانواع ديالها اللحم مشوي الدجاج مدغمر المقبلات المغربيه المعروفه، شنو هي الحاجه اللي لمستي على انه دابا مؤخرا المغاربه مع تخفيف الحجر الصحي رجعوا كيطلبوا تيطلبوا مثلا هذاك الطبق من الاطباق اكثر؟ واش غادي نقول لك اللي كيتمشى بزاف عندك ستايله انديفيديوال كيبغيوها الناس بزاف، عندك الناس اشاك فوا كيطلبوها بزاف، وكل واحد والشهوه ديالو اللي بغى، حنا كنكونوا عند
عند حسن الظن. ثم كتوفروا التنوع وكيبقى الاختيار الناس، ولكن كيف ما قلتي البسيطلات لربما من تيكونوا يعني فرديين، حتى الكمية اللي كديروا ناسبة أن الشخص يأكلها بوحده في الخدمة وتشبعه في نص الوقت ويأكل شهيوة اللي هي الديدة. هاد الديدة هذا هو هذيك الشهيوة ديما كتبقى الإنسان كيقدر يتشهى جوج أو ثلاثة المرات في السيمانة. أنا ماشي مشكل أيه. أو ديال الحوت ولا الدجاج. في ختام لقائنا تخيطيغ الغالي، شنو ممكن تقدم كنصيحة الناس اللي ربما رجعوا للخدمة ديالهم ولكن مازال متخوفين من لومبوختي؟ وغادي نقول الناس مرحبا بالجميع، والحمد لله البلاد ديالنا عرفت الحمد لله واحد التطور كبير في هذا الشيء. الحمد لله الأمور رغدة على ما يرام، وحنا كنحاولوا إن شاء الله نكونوا في المستوى لا في النقاء ولا الحمد لله. الانفيتاسيون راه معروفه، باي الغالي تخيطوغ معروفه بالنقعه ديالها، وان شاء الله راه ربي كبير والانسان يتكل على الله. احنا المغاربه عزيز علينا الماكله وغناكلوا جميع ونبقاو ناكلوا الحمد لله. ومرحبا بكم في محل انفيتاسيون باي الغالي تخيطوغ، مرحبا بالجميع. الله يبارك فيك. على العموم تحنا بدورنا من خلال البرنامج اللي بغيتيها الشيف يوجدها، كنتمنوا لك المزيد من النجاح والتألق في المجال ديالك سواء كممول حفلات ولا في المطعم ديالك، ونتمنوا لك يعني التوفيق. واكيد الاهم هو انكم بدوركم كتسهروا على السلامه الصحيه لكل الزبناء ديالكم، وهذه حاجه كتفرح لانه حنا كل واحد تيدير الخدمه ديالو كما يجب. شكرا لك بزاف ممول حفلات الغالي، بارك الله فيك. ماسي مرحبا مرحبا، بارك الله عليك. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعه. البرنامج اللي بغيتيها الشيف يوجدها لكم، تحيه سناء كناني في اعداد وتقديم الحلقه، لكم تحيه المخرج ديالنا مهدي فرحي واسماعيل كحلاوي في تصوير الحلقه. التقيتوا بكم الأسبوع المقبل بإذن الله وحلقة جديدة. دائما ظروف اشتغال المقاهي والمطاعم في الحجر الصحي، تبقى على خير.